الضغط على المغرب. بعد شهر على تفجر أكبر فضيحة في تاريخ البرلمان الأوروبي المعروفة إعلاميا بماروغيت، القضية التي أسقطت عديد النواب الأوروبيين بتهمة تلقيهم رشاوى من النظام المغربي. إيران ويورانيوم الجزائر. من تحت الأرض قد تلهب طهران ما بقي من أوراق على طاولة مفاوضات ملفها النووي. تنسى ذاك غارش البلاد. هو الجدل حول منجم قرب الحدود بين الدولتين. الجزائر بدأت بالتنقيب باستغلال منجم غار جبيلات قرب تندوف. كتقول فيه الرئيس إلا كتذكره كتقول أودي سيدي الرئيس، الموقف أصبح جد معقد على مصالحنا مع المملكة المغربية. وبدك يروجوا الإعلام الفرنسي وكيقول لك بأن بلجيكا طلبات أنه شي مسؤولين مغاربة، بدأت كتروج هذه الأمور، هذه بدأت كتروج ونشرتها بعض الصحف الفرنسية وغيرها. غير هنا نذكر، فقط نذكر هنا للتاريخ، إلا كتذكروا هذا الشيء راه كان جا في واحد التقرير اللي تسرب، تقرير ديال المخابرات الفرنسية واللي خرج. أنا ذاك إلا كتذكروا كنا هضرنا على جوج تقارير وخرج البعض قال لك انتم كتخربقوا مي كتجيبوا هادشي، دوك اللي عزيز عليهم فرنسا خرجوا كيكذبوا داكشي وقال لك لا ما كتعرفوش تقراوا التقارير. ها هي الان انا غنعطي هاد التقارير، غنقول لكم هنا كنا قلناها في شهر بالضبط في ماي، بالضبط في ماي كنا قلناها هنا. كان واحد تقرير استخباراتي رقم 2 بتاريخ 7 ماي 2022 ديال المخابرات الفرنسية اللي عطاته لمن؟ مخابرات دار تقرير للرئيس الفرنسي ماكرون. كتقول فيه للرئيس إلا كتذكروا كتقول أودي سيدي الرئيس، الموقف أصبح جد معقد على مصالحنا مع المملكة المغربية. كتذكروا هذه المسألة كيقولوا بحالك وكيقولوا ليه سيدي الرئيس دور المغرب في تصاعد مستمر. سمعوا معايا مزيان باش نفهموا هذا الشيء اللي كيديروا دابا الان، في تصاعد مستمر من الناحيه الاقتصاديه وكذلك الاستثمار في غرب افريقيا، المغرب فاتهم. ثم كيقولوا لي سيدي الرئيس، وصلوا لواحد المساله في التقرير نفسه كيقول لي سيدي الرئيس راه داك الشيء اللي درنا ديال التاشيرات الضغط ما عطاش نتائج، معناها المغاربه ما تسوقوش ولو انه كيبان. وهنا قالوا لي سيدي الرئيس بغيناك تعطينا الضوء الاخضر باش ندوزوا الخط الثاني. شنو هو الخط الثاني؟ انا ذاك الخط الثاني هو يديروا مجموعه ديال الاجراءات هدف منها الضغط على المغرب. بعد شهر على تفجر اكبر فضيحه في تاريخ البرلمان الاوروبي المعروفه اعلاميا بماروغيت، القضيه التي اسقطت عديد النواب الاوروبيين بتهمه تلقيهم رشاوى من النظام المغربي، يزداد الخناق على الرباط. ففي الجلسة العلنية التي عقدت طيلة اليومين الماضيين طالب النواب حظر دخول ممثل المغرب للبرلمان وتعليق جميع الاتفاقيات المبرمة مع المملكة التي تضم الصحراء الغربية ووضع ترسانة قانونية قادرة على التعامل مع التدخل الأجنبي ومحاولة إفساد أعضاء البرلمان الأوروبي. لم يكتفي النواب بذلك، بل دعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في حق من فضلوا مصالحهم الشخصية وخدمة المخزن على حساب التكتل الأوروبي وسد الثغرات كخطوة أولية موازاة مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات. هاد العبارة هذه منا قالوا لي يا ودي نخدموا على تشويه صورة رموز المملكة، هذا تقرير كيقوله. المسألة الثانية إعطاء الضوء الأخضر للقضاء، يحركوا القضاء لمتابعة بعض المسؤولين المغاربة. هي الآن كتبان هذا التقرير اللي كنا هضرنا عليه وخرج البعض كيقول كيفاش وهذا الشيء ما كاينش وكذا. هو الآن إذا كتذكروا هذا التقرير هذا هضرنا عليه منذ شهور، هي منذ شهور. إذن هنا فرنسا هذا الشيء اللي كنشوفه قدامنا كامل
الشيء اللي كنشوفوه قدامنا كامل راه كان متوقع، وان فرنسا خدام عليه، هي خدام عليه كتحاول تضغط على المغرب. لهذا ملي كيقول لك راه جاتنا من بلجيكا وطلبوا شي مسؤولين المغاربه، هذا الشيء راه كله تخططوه فرنسا، والسبب هو الضغط على المغرب. السبب هو الضغط على المغرب. اذا غير باش نفهموا هاد المساله هذه، هذا خبر كيبان بان فرنسا المناورات ديالها خدامه، بدات بالبرلمان الاوروبي. يجب تعليق جميع الأعمال المشتركة مع الرباط وإنشاء سلطة عليا للشفافية، كما أدعو إلى إنشاء جبهة مشتركة ضد أولئك الذين يسعون إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. ينبغي إنهاء مجموعات أصدقاء البرلمان مع دول ثالثة ومراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب. من جانبها تعهدت المفوضة الأوروبية بتقديم حزمة من الإجراءات بهدف مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الردعية والقضائية للبرلمان الأوروبي من خلال إنشاء هيئة للشفافية أفريل المقبل، قصد تجنب تكرار سيناريو فضيحة ماروغايت جديدة. في حين أبرم عضو البرلمان الأوروبي السابق والمشتبه الرئيس في فضيحة ماروغايت بيير أنطونيو بانزيري اتفاقاً مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه مع المحققين مقابل عقوبة مخففة في خطوة قد تجر أسماء ثقيلة من النظام المغربي. ودابا الآن دازت المسألة أخرى، إذا احنا هنا غير باش يكون الرأي العام عارف ما يحاك ضد المغرب. نمشيو للموضوع ديالنا الأول وهو إيران ويورانيوم الجزائر. من تحت الأرض قد تلهب طهران ما بقي من أوراق على طاولة مفاوضات ملفها النووي. تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في مجمع فوردو يرفع نسبة التوتر أكثر بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأطراف اتفاق يلفظ أنفاسه الأخيرة. بغضب كبير استقبلت طهران قرار مجلس محافظي الوكالة الذي يأمرها بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق يستمر منذ شهور. ما يجري في فوردو هو جزء من الرد الإيراني على قرار الخميس الماضي في فيينا بنظر المسؤولين الإيرانيين. الخطوة الأخيرة لم تكن مفاجئة للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران. للأسف لم يكن غير متوقع، هذه طريقة عمل إيران عندما يعبر المجتمع الدولي عن مخاوف حقيقية بشأن برنامجهم النووي وعن أنهم ليسوا شفافين. ومن بعد كنزيد قدامنا واحد السؤال، أين اختفى داك الطاباج كله ديال غار جبيلات؟ تنسى داك غار جبيلات. هو الجدل حول منجم قرب الحدود بين الدولتين. الجزائر بدأت بالتنقيب باستغلال منجم غار جبيلات قرب تندوف. مغاربة كثر ينظرون إلى هذه الخطوة بأنها خرق لمعاهدة قديمة أوصت بالاستغلال المشترك للمنجم. تصادف إعلان الجزائر عن بدء استغلال المنجم يوم 30 يوليو الماضي، وهو طبعا مصادف لعيد العرش في المغرب. قام وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بزيارة تندوف واحتفل مع السلطات المحلية بالبدء باستغلال ذلك المنجم العملاق بالشراكة مع الحكومة الصينية. الحدث لاقى أيضا تغطية إعلامية مركزة من الإعلام العمومي والقنوات الخاصة أيضا. إنسان بالمناسبة غار جبيلات هذيك المرحلة، وجدك العرقاب والوزير وزيارة هنا، وبدأ يقول لك غيبدأ استغلال ديال الحديد وغيره، كان كل تمويه للتغطية على حاجة أخرى كتوقع في الجنوب الجزائري. أشنا هي؟ وهي إيران نشرات مجموعة ديال الإيرانيين والذي يحيط بهم الجيش الجزائري. شنو كيديروا هنا؟ البحث والاستغلال ديال اليورانيوم ديال الجزائريين. اذا باش نفهموا هنا، شوف الكبرانات فين داو، كيما شنو داروا الجزائريين، غار جبيلات وغار جبيلات جات ضربتها واحد الطراك تما، ما كاين والو، ما كاين لا طريق لا والو، منوضي الحيحه، وبدا الاستغلال وكذا، وغتمشي سكه حديديه، حتى حاجه ما كاينه.
ولكن علاش كيغطي هذا الشيء؟ هذا كيغطي على ايران انذاك انتشرات في الجنوب الجزائري بالضبط، باش نعطيكم سميه